كنقوموا هنا بالانشطه توعويه وتحسيسيه بالمصطافين، لانه كي كتعرف دابا في الصيف كيوقعوا بزاف ديال الاصابات، منهم اللاسعات ديال العقارب، قين ديال البحر، تيكونوا اغماءات، تيكونوا جروح. كحنا كنديروا التدخلات ديالنا اللي موالفين كنديروها. بالنسبه للدراجه هي فكره جديده، يعني فكره جديده ذاتيه من عند الاخوان ديالنا اللي في المنظمه. وشنو هي الفكره ديالها؟ علاش درناها بالضبط؟ درناها على قبل، يعني كنديروا بها التوعيه والتحسيس، وكنديروا بها تدخلات سريعه بعد نوبه تيكون واحد السيد مصاب في واحد القنت وما عندناش باش نمشيو ليه، هي على الاقل كتوصلنا ليه دغيا باش نديروا التدخل ديالنا في الوقت ديالو. من غير الشوارع كنهضروا حنا بزاف دابا على البحر، هنا في البحر دابا كتعرف اكتظاظ، كيكون زحام، تيكون دابا بلاصه اللي ما تقدرش تمشي لها دغيا. الا قلنا مثلا حنا كاينين في البوست ا، خاصنا باش نوصلوا البوست دي ولا بي ولا واحد الوقيته دغيا خاصنا واحد الوسيله ديال النقل، وهي درنا الدراجه اللي هي كنديروا بها تقريبا ثلاثه ديال الحوايج، تدخلات سريعه، ومن هنا كنديروا بها تحسيس وتوعيه الناس، ومن هنا كيعرفوا الناس بانه راه كاين مسعفين في البحر هنا الذي قدموا لهم الاسعافات الاوليه. بالنسبه للخدمات مجانيه، يعني حنا كنديروا واحد الخدمات كنديروا مجانيه، اي شخص عنده واحد الاصابه او لا احتاج لينا كيلقانا في عين المكان، يعني هي خدمات مجانيه. المساعدة اللي كنقدموا اي شخص عنده واحد اصابه كيف ما كانت النوع ديالها كندخلوا حنايا، كان واحد الاغماء كيتصلوا بين الناس كندخلوا، الا كانت شي حاله اللي كتحتاج تدخل طبي كنتصلوا بالاسعاف، الا كانت الحاجه اللي كدير اللي كتطلب غير تدخل اسعافي كندخلوا حنايا كمسعفين، لان الحمد لله عندنا اللي مسعفين اللي هما اكفاء، ماشي مسعفين اللي هما مبتدئين، يعني هما اكفاء اللي كيعرفوا الطرق السليمه باش يدخلوا. بالنسبه للاسعافات الاوليه، اول حاجه كنركزوا عليها هي اننا نحيدوا داك عدم الوعي بأهمية ديال هاد الإسعافات الأولية، يعني بغينا أنها تولي معمة على جميع الشعب المغربي، واللي عارفين كيفاش يتعاملوا إلا تصادفوا مع شي إصابة أبسط مثال في الدار ديالهم، يعني هادشي اللي كاين. وكذلك هكا فاش كيجيو الناس كنصحوهم، حتى الا جاب الله كنوريو شنو غادي يدير الا كان هو بوحدو وما كانش معاه اللي غادي يساعدو. الوغ بالنسبه لكاينين بعض النقط اللي تيكونوا متعلقين بالناس اللي داخلين الدومين اللي هو شبه طبي، بحال لي زانفيرمي او الممرضين والطبيب، يعني كيكون داك الاختلاف في النقط اللي كيكونوا متشابهين فيهم. يعني فاش كيجي الشخص كنقول ليه اودي انا شنو الادوار اللي عندي، انا شنو اللي عندي الحق انني نديرو، وشنو هما النقط اللي ما كيكونوش عندي الحق انني نديرهم، يعني هادشي اللي كاين. مثلا الجروح، يعني كيجي عندك شي واحد كيقول لك ابسط حاجه الا كان عنده الجرح اللي هو مفتوح جدا كيقول لك اودي تخيط ليا، يعني هذه النقطه اللي هي ماشي خاصه بالمسعفين، يعني كنصيفطوا لاقرب مستشفى، يعني على سبيل المثال مستشفى الحسن الثاني، باش هكا كيتكلفوا به الممرضين ذوي الاختصاص باش كيخيطوا ليه الجرحى. بالنسبه لهذا النوع ديال الجروح هذه، يعني ماشي ضروري الانسان يكون عنده علاقه بالاختصاص باش انه يقدر يضمد الجرح، يعني فقط انه كتلقاه شاف تجربه مره زوج صافي كيولي عارف شنو هما المراحل اللي غادي يتبعهم. طبيعه الحال يعني ماشي بزاف ني دابا باش كانوا بعض الحالات ديال الاغماء، يعني كاين اللي كاع كيدخل حتى لوسط الماء كيكونوا اسباب ليه هما خارجيه، يعني لا علاقة لهم بالغرق، وكيصدق سخفان في وسط الماء، يعني حتى في هذه الحالة هذه على حساب واش واعي ولا ما واعيش، واش كيتنفس واش ما كيتنفسش، يعني الطريقة أو التدخل باش كنتعاملوا معاه على حسب كل حالة. يعني الإنسان تيكون واعي وكيتنفس، يعني كنديروا معاه واحد التدخل هو بسيط جدا اللي هو فقط كنهزوا ليه رجليه فوق شي كرسي او لا فوق رجلين ديال المسعف، يعني على شكل زاويه قائمه، هذا الشيء لمده ربع ساعه. يعني هذه الحركه هذه شنو الدور ديالها؟ انه كيكون كيطلع ليه الاكسجين للدماغ، لانه اللي كيسبب ليه في داك الدوخه، يعني ما غاديش نسميوه اغماء لانه واعي، اللي كيسبب ليه في هذه الدوخه هذه هو داك النقص ديال الوصول الاكسجين للدماغ ديالو، يعني بهذه الحركه هذه كنعاونوا اننا نوصل الاكسجين.